وزير كحيجينك وزارة هرمرين تمالية دي جمهورية دا سوماليلان مدن محمد داهر هيا وحا وحيلكي وكلا وريجيا قاسميه هوري عشورها برقا اي وزارة مالية دا يسدو كلا قاسمها عصوب اي لوسو مقعابي واحدة عشورها برقا اي وزارة هرمرين تمالية دا جمهورية دا سوماليلان كلان كان اي كسو قيب قلين سراكيل كترسن وزارة هرمرين تمالية دا يقار كمي دا شقالها وزارة داسي هيا وحا وقور انتي هالكاسي كادلي قاسميه هوري واحدة عشورها برقا وزارة هرمرين تمالية دا سوماليلان يسوعنا كور بحية وحيابه كلا دوناي ووقف صومين تي وحيل كاسها يي واحدني وحوي الدخل جا قرن كا وواحدة لبعض الدخل جا واحدة كاستمضون باكوين رنتينا وواحدة للدون يو هنا نقطة واحدة الدخل جا وجوين مسؤولية ده وجوين واحدة والدخل صار إن أنا جو سنة كان وحنا مي بشي سي كواد I think دوري تبان كذي ميسانية ده واحدة نلاقي دون يي يدان كور ريان وربحين كوابان كبحية حاجة الدخل جا أنا وحوي الميزانية ده واحدة سنة كي هري لقى دوني جي وحاي هاي لبا بقول يشان بليان سنة كان وحاي لقى دوني جي لبا بقول يشان يكون تم بليان أورد كان تاين دخل جي واحدة لكورية بقول كي بصوتان بقول كي بصوتان كأورد ما شان يكون تم بليان أنا واحد سنة دول بوا حي كوري شرتي 10% أما 5% لكن دخل جي ده وحاي كور لاقع سنة كان لقى سو جي بقول كي بصوتان الحمد لله ولسنة كمور دمان بقول كي بس صدّن كاسي وحدا إنه قرر كي إنه صورته قالي بقول كي بعفر يلا بعثن point five مكاه in fact وحوي عن دخل جيل إني قدوني واحد هو إنه صاي وصاح حريصي ولي صدح بلاد بحرسن لكن وحوي عن 93 أما بقول كي بشان يسقعشن point three point five دخل جيل إني قدوني وإنه صاح حراضي dankiisa waxa halkaas ka hadlay agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rajaynaynaa intaan aanu dhameystirno taadanbana hadii alle nagu simo wixii loo talagal yahay inaanu awoodeeda saarno aan waa xil culus runtii aan wasiirka wasaaradda maaliyadda horumarinta maaliyadda Xaalad Cabdi Yusuf waanu mahadnaqayaa maadaama uu yeegmada xilkan in aan qabto waxaan ilaahay ka rajaynaa in Alle igu garab galo aniga iyo masuuliyiinta kale cusuba goobtani waxa weeyaan waa goob adag waa goob u baahan dadaal soo jeed juhdi bay doonaysaa kuntii iyo gabagabadii waxa munaasabadaasi soo aafmeeray wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta ee maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed daahir isagoona soo dhaweeyay agaasimaha cusub sidoo kale nasagootiyay agaasimihii hore ee waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland amba maxayde u mahadnaq tiimkii hore soo shaqeeyay wixii wareejintu ma ahil wareejinay wasaaradii kaga dhaxbaxayaan laakiin waa reassignment لنا عكلون بمحيذ اللو لودوي وكل بني بمال لغوتي جايبين ايا محمد نور محمد يا عبد الرساق علي محمدنا هل كان وسارد دون بي قيبة وسارد كمي دون بي كي مادين قيبتنا ولغوتي جايبين ايا شقضوا بمال بمرسا وحنو قدو عينا ناينا انتا محايذ الهي وفضيين شقضي هل كي كسي وضان انا قنا ويحي تاقيرا ونلقر بيستاقنا اشورا بري challenge امبا hawl aya taala hawshaasina waxay u baahan tahay in la geliyo waqti tamar diranan xariir maxamed kosar star tv hargeysa